Hello everyone this is chef Nao with you all the way from Norway in the following series I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home ممكن نستخدم اي اداه موجوده عندنا في البيت كوب او كوب بلاستيك او عبوات الكافيه او عبوات الكابتشينو اي شيء ورقي ممكن نستخدم ممكن نستخدم عودان العود تبع معلقه بلاستيك اي شيء يعني اذا ما عندنا قوالب للايس كريم نوضع كريمة طازجة الكمية هي إختياري، نوضع بديل السكر ستيفيا أيضا الكمية والنوع هو إختياري، وقليل من الفانيلا، الفانيلا بدون سكر، الكريمة يجب تكون في التلاجة، دايما نحفظ الكريمة في التلاجة تكون باردة، الكريمة في التلاجة من التلاجة قبل ما نشتغل فيها. وهيك أصبحت جاهزة قسمتها إلى نصفين نص نصف عمل شوكولاتة نصف الثاني بالحليب هذا الجزء عملته بالحليب بوضعه بالفريز أقل شيء أربع ساعات بالفريز أو أو المجمد نعمل بالشوكولاتة نصف الثاني معلقة 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 طعام كاكاو خام مكسرات أيضا هي اختياري المكسرات اي نوع مكسرات انتم ترغبوا فيها هي اختياري ولكن انا لكم خيارات فقط انا يعني بديكو خيارات وانتم تعملوا المناسب لكم نضعها طبعا بالمجمد اربع ساعات اقل شيء 100 جرام عنا زبده سايحه نضع قليل من لون الطعام قليل من الفانيلا فانيلا بدون سكر ممكن نوضع اللي هو ستيفيا بديل السكر او نوضع نكهة طعم او نوضع مكسرات هذا كله اختياري انا بفرجيكم الاساسيات نعمل الشوكولاتة زبدة مية جرام كاكاو نوضع كمية ايضا اختياري نوضع قليل من الفانيلا معلقة او معلقتين كاكاو خام هي اختياري كيف انت بتكون لونها نوضع بديل السكر ستيفيا النوع والكمية أيضا هو اختياري أنا بديكو الاساسيات الطريقة فيها مرونة كتير أنا عملت حط وضعت قليل من المكسرات على الشوكولاتة ممكن توضع مكسرات ممكن توضع أي شيء أنتم بتحبوه هي طريقة كتير سهلة وبسيطة هي هو أساسها الكريمة والباقي كله اختياري طبعا زي ما انتم شايفين كتير هي روعة هي نطلع بالفراولة ممكن نحنا نوضع نكهات اختياري هذه مناسبة كتير للأطفال اللي عندهم سكري وهم عشان ما يحسوا ان هم محرومين فاحنا ممكن نعملهم الوان ممكن نحط لهم اللون لوحده او نوضع زينة او نوضع نكهة من شان ما يحسوا الاطفال المحرومين من السكر انهم هم محرومين فاحنا بنعمل هذا الالوان من شان الاطفال اللي عندهم سكر ومحرومين من محرومين من السكر فقط انا بديكو خيارات وانتم ممكن تعملوا الوان تانية نكهات تانية الموضوع كتير كتير بسيط وسهل اساسها هو كريمة فقط والباقي كله اختياري الباقي السكر ممكن نضيف سكر عادي نضيف سكر ستيفيا شو بدكم تعملوا هي روعة للأطفال يكونوا مبسوطين كتير فالنكهات والطعم والسكر والستيفيا والنوع والكمية كل هذا انتو بتحددوه كتير كتير هي لذيذة في أمان الله تزرونا بصفة جديدة من الاشتراك بالقناة إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة